يعمل التدخين على إصابة الحامل، سواء كانت هذه المرأة تدخن بنفسها أو أنها تستنشق دخان السجائر نتيجة الجلوس مع أفراد مدخنين. هذا ما يسمى التدخين السلبي، ويكون أضرارهم عبارة عن أن يعرض التدخين في بعض الأحيان الأم لفقد الجنين وتعرضها للإجهاض. يحتوي التدخين على العديد من المواد السامة التي تضر بصحة الإنسان مثل التبغ وغيره من المواد السامة التي تؤدي إلى إصابة المدخن بسرطان الرئة. إن النساء الحوامل الذين يقوموا بعملية التدخين هم أكثر عرضة لحدوث مضاعفات لهم أثناء فترة الحمل وأثناء الولادة، بالإضافة إلى وجود حالات نزيف. تنتقل المواد الضارة الموجودة نتيجة التدخين وتصل إلى الجنين عن طريق الدم الذي يصل إلى الجنين مؤديا العديد من الأمراض المضرة. يؤثر التدخين بالسلب على كمية الحليب الموجود عند الأم، بالإضافة إلى أنه يؤثر على إضرار الحليب الخاص بالأم. كما يعرض التدخين المرأة الحامل إلى العديد من العادات السيئة والأضرار، مثل انخفاض نسبة الأكسجين في جسم المرأة، بالإضافة إلى أنه يمنع وصول الأكسجين الحيوي إلى الجنين. كما يؤدي التدخين إلى حدوث العديد من الحالات التي يتم فيها إخصاب البويضة خارج الرحم. هذه الحالة خطيرة ويمكن أن تقلل من فرص حدوث الحمل مرة أخرى. ويؤدي التدخين إلى إصابة الجنين ببعض التشوهات أثناء فترة الحمل، ما يؤدي إلى ولادة الجنين وهو به العديد من التشوهات الخلقية. كما يعرض التدخين الأم إلى ولادة أطفال غير مكتملين النمو، وليس في حالات التدخين فقط، ولكن استنشاق المرأة لدخان التدخين يعرضها إلى عدم اكتمال النمو للجنين. كما تنتقل المواد السامة الموجودة في الدخان إلى الجنين عن طريق المشيمة، فيتم توصيل أضرار الدخان إلى الجنين، ما يؤدي إلى الولادة المبكرة أو حالات الإجهاض في بعض الأحيان. كما يؤدي تدخين المرأة إلى وفاة الجنين وهو في بطن أمه أو وفاته بعد ولادته. هذا يرجع إلى الإفراط في التدخين بشكل كثيف، فكلما زاد التدخين كلما زادت الإصابة للجنين. وعندما تكون الأم مدخنة تزداد احتمالات ولادة أطفال بهم خلل في المخ بنسبة قد تصل إلى 25%. أما فيما يخص الأم التي تفرط في عملية التدخين، فتصل نسبة إصابة الأجنة بهم خلل في المخ إلى نسبة 65%. كما يسبب التدخين ولادة أطفال ضعفاء البنية، ومن المتوقع أنهم يتوفون فور الولادة أو أثناء فترة الرضاعة. كما يؤثر النيكوتين على استهلاك الأكسجين ووصوله إلى الجنين، فالنيكوتين يعمل على تضييق الأوعية الدموية في جسم الإنسان ويؤثر على كمية الأكسجين التي يحتاجها الجنين. وعندما تدخن المرأة أثناء الحمل، فإن السموم التي تدخل إلى جسمها تصل إلى مجرى الدم لدى المرأة، بحيث أن الطفل يمتصها مع الأكسجين والغذاء الذي يستهلكه من جسم أمه، ويصيبه فيما بعد بمرض السكر أو ضغط الدم. ويسبب التدخين ولادة أطفال مصابين بأمراض الحساسية الصدرية والربو والالتهاب الشعبي. كما قد يسبب ولادة أطفال أصغر حجما من المتعارف عليه، يصل وزنهم إلى 200 جرام وبهم تشوهات في الرأس وصغر في حجم الرأس على سبيل المثال، وعيوب خلقية في سقف الحلق ومنطقة الكلام.